بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقلب قلوب عباده بعلمه وحكمته كما يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. هو سبحانه وتعالى يدبر أمور عباده بما في ذلك إراداتهم، بما في ذلك إراداتهم وأعمال قلوبهم وأحوالهم كلها. هو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويبتلي عدلا، وهو سبحانه وتعالى يأخذ بناصية عبده إليه، ويجعل وجهة قلبه إليه، ويحببه في الإيمان، ويحبب له الإيمان، ويزينه في قلبه، ويصرف سبحانه وتعالى عمن شاء الهدى، ويصرف قلبه على إرادة الضلال بما أعرض عن الحق أول مرة. لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمن من الله سبحانه وتعالى عليه بأن وفقه للإيمان فليشكر نعمة الله عز وجل وليستزد منها، فإن الله سبحانه وتعالى رغبنا في المزيد بالشكر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونعمة الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى أجل نعمة، بها تتحول الحياة في الدنيا والآخرة إلى سعادة دائمة مهما كانت الأحوال والظروف حول الإنسان. وبدون هذه النعمة تصبح الحياة شقاء وتعاسة في الدنيا والآخرة مهما كان عند الإنسان من لذات. وهو سبحانه وتعالى لا يصرف قلب عبده عن الإيمان إلا بسبب من العبد. الصرف الذي لا يحصل بعده هدى، ويحصل معه الكبر والغفلة والتكذيب، إنما يكون بإعراض العبد عن الحق أول ما ظهر له، كما قال عز وجل
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الله عز وجل حكم عدل، وهناك مراتب في صرفه سبحانه وتعالى من شاء من خلقه عن آياته، فأشد ذلك أن يصرفه عن الإيمان بهذه الآيات، ويجعله متكبرا على شريعة الله عز وجل ثم على خلقه، أو يبدأ أن يكون متكبرا على الخلق حتى ينمو الكبر في قلبه فيتكبر على الله عز وجل كإبليس والعياذ بالله وفرعون وأشباههم من الكفار والمنافقين الذين ملأ الكبر قلوبهم حتى استنكفوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسله. وهناك درجة أقل، أن يصرف قلب الإنسان عن معرفة القرآن العظيم، عن معرفة آيات الله سبحانه وتعالى، بأن يشغل عن تلاوتها وتدبرها وفهمها، ينشغل عنها، لا يحفظها، لا يعلمها، لا يتفكر فيها. وهذه من أنواع الصرف كذلك، تجد الإنسان في حياته يلهو ويلعب، لا يبحث عما خلق من أجله، وإن كان في الجملة قد آمن بالقرآن، آمن بآيات الله سبحانه وتعالى في إجمالها، لكن لم يعرف تفاصيلها. وكثير من المسلمين كذلك، ولذا قال من قال من أهل العلم أن هذه الآيات في هذه الأمة، وإن نزلت في سياق بني كلام ربنا سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام عن قومه وأهل زمنه، إلا أن المقصود بها عام. فالله عز وجل حين قال لموسى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، كلام عام يشمل بني إسرائيل وأهل زمانهم، ويشمل أيضا أمة الإسلام، ويشمل من كان كل من بلغته دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا صرف عن الإيمان بآيات الله عز وجل لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وعمله حابط باطل. وأما إذا آمن لكن لم يعلم آيات الله، ربما تمر السنة ولا يقرأ في المصحف ولا يتفكر في تفسير كلام الله ولا يقضي وقتا في تدبره، أنواع من الصرف، حرمان يحرمه العبد لأنه ظهر له الحق مرة، فتح له الباب، علم أن الطريق إلى مرضات الله عز وجل في اتباع القرآن وفي حفظه وتدبره والعمل به والدعوة إليه والدعوة به، لكنه آثر الحياة الدنيا، آثر اللهو واللعب، وإن لم يكن كهؤلاء الكفار الذين كذبوا بآيات الله لكن له نصيب. فإن التكذيب قد يكون بالاعتقاد وهو الكفر، وقد يكون بالعمل حينما يترك الإنسان امتثال أوامر الله عز وجل فيكون مكذبا بعمله، وإن صدق بقلبه ولسانه، وهذا يستحق عليه العقوبة بقدر ما كذب، نسأل الله العافية. لذلك من منن الله عز وجل على الإنسان أن يكون مقبلا على القرآن، مقبلا على تلاوته، على حفظه، على تدبره وفهمه ومعرفة تفسيره وتفصيله، وعلى العمل به، مقبلا على العمل به، مقبلا على
الدعوة إليه والدعوة به، دعوة الناس بالقرآن بآيات الله سبحانه وتعالى. فليتفكر كل واحد منا أين هو من القرآن ليعلم منزلته عند الله عز وجل، فإن الله يصرف عن آياته المتكبرين الذين يعرفون الحق فيعرضون عنه، الذين يظهر لهم طريق الغي فيسيرون فيه فيعاقبهم الله عز وجل بالانصراف عن القرآن. تجده يعلم الخير والطريق الموصل إليه فيتركه، فيشغله الله عز وجل بالتفاهات، ويشغله الله سبحانه وتعالى بالإرادات النجسة الخبيثة، يشغله الله سبحانه وتعالى بالأمراض القلبية القاتلة التي تهلك الإنسان. وإذا كان مثقال حبة خردل من كبر، مثقال ذرة من كبر تمنع دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فكيف بمن يمتلئ قلبه كبرا والعياذ بالله. يصرف عن آيات الله من تكبر في الأرض بغير الحق، وإذا علم طريق الرشد لم يتخذه ولم يلتزمه. أتظن أن قلبك بيدك؟ أتظن أنك عندما تسوف الطاعات متى طرقت الباب فتح لك؟ ربما أعرضت مرة ثم مرة ثم مرة، وجاءتك خواطر الإيمان وإرادات الهدى، فقلت سأفعل بعد حين. أتظن أن هذا الحين بيدك؟ إذا كان نفسك ليس بيدك، لحظة عينيك ليست بيدك، تفكيرك ليس بيدك، ربما وجدت نفسك بعد حين لا تقبل على هذا الخير. صرفت عن هذه الخواطر الإيمانية إلى خواطر شيطانية، إلى اتخاذ سبيل الغي رغم وضوحه. كم من البشر يحصل لهم ذلك لأنهم انصرفوا عن الحق أول مرة، لأنهم حين فتح لهم الباب أداروا ظهورهم له ورجعوا إلى طريق الغي مرة أخرى، فإذا طرقوا الباب بعد ذلك لم يفتح، وربما صرفوا فلم يعودوا لطرق الباب ولم يراجعوا أنفسهم للتوبة، لأن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن آيات الله سبحانه وتعالى. إن انصراف الناس عن القرآن العظيم وعن الإيمان به وعن معرفته وعن تحكيمه في كل ما يطرأ من أمور في حياتهم وما يقع من خلاف، علامة على فساد القلوب، علامة على الكبر، علامة على عمى البصيرة، علامة على التكذيب والغفلة، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. احذر أن تظن أن هذه فقط في اليهود، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، لكن هناك ممن ينتسب إلى الإسلام من يكون كذلك وعلى درجات كما ذكرنا. فالكفار والمنافقون، الزنادقة الملحدون، صرفوا عن آيات الله بالكلية، صرفوا عن تحكيم القرآن في حياتهم، بل صرفوا عن علمه ومعرفته أصلا. ربما تجدهم لا يعرفون شيئا عن القرآن العظيم، وربما إذا ذكروا شيئا منه ذكروه على غير وجهه، وإذا حاولوا أن يبينوا معانيه حرفوا الكلمة عن مواضعه وبدلوا هذه الحقائق بغيرها، فتركوا الذي هو خير وأتوا بالذي هو أدنى والعياذ بالله. لأن تحريف الكلم عن مواضعه ليس فقط بتحريف الكتابة بل بتحريف المعاني. وكم من إنسان تتلى عليه حجج الله وآياته فيحرفها ويبدل معانيها ويترك الحق البين ويتبع سبيل الغي تكذيبا بآيات الله
ومنهم من يكون مكذبا في باطنه منافقا والعياذ بالله، ومنهم من يظن أن هذا ليس تكذيبا ولكنها الغفلة عن الحق تدفعه إلى أن يكون مكذبا بالقرآن وهو لا يظن أنه كذلك. نسأل الله العافية. القرآن آيات الله سبحانه وتعالى علامة في ميزان العبد، علامة على حقيقة ما في قلبه. منزلة القرآن عندك هي منزلة تبين منزلتك عند الله، لأنك حين تقبل على القرآن العظيم فأنت تتبرأ من سبيل الغي وتأخذ وتسلك سبيل الرشد وتترك الغفلة وتعمل بالقرآن فتترك التكذيب. نسأل الله أن يمتعنا بالقرآن العظيم وأن يمن علينا بتلاوته واتباعه آناء الليل وآناء النهار، وهو ربيع القلوب وسعادتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصابه الهم والدين والغم هذا الدعاء العظيم النافع: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ووعد الرسول صلى الله عليه وسلم عن وعد الله عز وجل أن يجعل الله له مكان غمه وهمه فرحا وسرورا. وسبحان الله، نعم، هذه المطالب هي المطالب العظيمة النافعة، هذه المطالب تتوسل إلى الله بكل أسمائه الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة، بل وفي الكتب المتقدمة، بل ومما تعلمه الملائكة، بل وأوسع من ذلك مما استأثر الله به في علم الغيب عنده. وهذا التوسل العظيم بكل الأسماء والصفات لابد أن يدلك على عظم هذا المطلب، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. لم يعلمه أن يسأل قضاء الدين، لم يعلمه أن يسأل ساعة الرزق بهذا الدعاء العظيم، وهو كان محتاجا، لزم المسجد لهموم وديون جعلته في غم وكرب شديد، فعلمه أن يقول هذا الدعاء ليكون المطلب الأعظم أن يكون القرآن بهذه المنزلة في القلب، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، بهذا تزول الهموم حتى ولو تكاثرت، ويذهب الحزن حتى ولو وجدت جميع أسبابه وأحاطت بالإنسان. القرآن إذا جعله الله في قلب العبد هكذا فإنه يسعد السعادة الدنيوية والأخروية في أي مكان كان في العالم، في أي حال، في شدة، في رخاء، في غنى، في فقر، في حزن، في أسباب سرور، هو على أي الأحوال قد ذهب عنه الغم والهم، وصار القرآن كأنه روضة يعيش فيها، حديقة غناء يتغذى قلبه بأنواع الخير الذي فيها، فلا يحتاج بعد ذلك إلى شيء. والله الذي يجعل، كما أنه سبحانه وتعالى الذي يصرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فهو الذي يجعل القرآن ربيع قلب الإنسان الذي يتغذى بأنواع الخير الذي يحصل في هذا الربيع، وينمو القلب ويكبر وينشرح ويتسع، فيحصل له من أنواع الخيرات ما تصبح الهموم والآلام والأحزان والكروب نقطة في بحر لا تؤثر فيه كقصر واسع.
فيه من أنواع الملاذ الغرف الواسعة وأنواع الموائد وأنواع الطعام والشراب، ويكون بجوار الباب خارج القصر صندوق للقمامة تلقى فيه فضلات وأشياء يتضرر أهل القصر بها، تلقى في صندوق القمامة على الجانب. أترون هذا الصندوق بما فيه من القمامة يفسد على أهل القصر قصرهم، على صاحب القصر قصره العظيم؟ هكذا تكون الهموم والآلام الدنيوية والأحزان الحاصلة بممارسة الحياة في حياة المؤمن صاحب القصر العظيم، بل وأعظم من ذلك، لأن صدره قد انشرح بالقرآن وأقبل عليه. فهموم الدنيا، هموم الأهل والأولاد والأموال والنزاعات تلقى في هذا الصندوق خارج القصر، ربما ينتفع بها في زرع حديقته لتنبت أنواع النباتات الجميلة، ولا تنكد على صاحب القصر شيئا من سعادته، بخلاف حجرة ضيقة لو ملئت بصندوق القمامة المليء بأنواع القمامة. أترون من يعيش في هذه الغرفة الضيقة يمكن أن يجد هواء نظيفا نقيا؟ سوف يجد آلاما فظيعة، سوف يمرض، لأن المكان ضيق، لأن القمامة كثيرة، الهموم والآلام والمشاكل والنزاعات كثيرة، وهي تملأ المكان الضيق أصلا، فيحصل له من أنواع المرض ما لربما يكون قاتلا له، نسأل الله العافية. هكذا القلب الضيق المنصرف عن القرآن، وهناك ما هو أشد، قلب مغلق صرف عن آيات الله سبحانه وتعالى. نحن في حاجة إلى أن نداوي قلوبنا بالقرآن حتى تنشرح له الصدور، حتى تتسع له القلوب، تنمو، تكبر، تصبح اهتمامات أخرى، إرادات أخرى، مقاصد، إدراكات أعظم بكثير مما عند الناس. يرضى الناس بالغرف الضيقة في قلوبهم وإن كانوا يبحثون عن الشقق الواسعة لأبدانهم، ويتركون القصور الواسعة في للقلوب من خلال القرآن، ويرضون لأنفسهم بالدون، ويتركون القمامة في هذه الغرف الضيقة من غل وحسد، من تنافس وتباغض، من مشاكل يومية تفسد على الإنسان حجرته الصغيرة. إذا كنت تريد السعادة فافتح قلبك للقرآن آيات الله سبحانه وتعالى، انشغل بها، احفظها، اعرف تفسيرها، تدبرها، استعن بالله سبحانه وتعالى على العمل بها، على تحكيمها في حياتك كلها، فإنك إذا فعلت ذلك كان القرآن ربيع قلبك، نما ذلك القلب واتسع وانشرح، فوضع الوزر وذهب الهم وحصلت السعادة. فاللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.